إسرائيل لم تنقطع عملية ممحكتها مع إيران. هنالك لعبة تجري بين إيران وإسرائيل، والضحايا هم مواطنون عراقيون ومقاتلون آخرون أتت بهم إيران إلى أرض سوريا، ومواطنون سوريون ومنشآت سورية وأرض سورية. هنالك عمليات نوعية إسرائيلية حقيقية نفذت في داخل إيران وسحبت البساط من تحت أرجلهم. هنالك الملف الرئيسي للسلاح النووي، نقل تجهيزات رئيسية أو ملفات رئيسية للحرس الثوري نقلت إلى داخل. إذن إسرائيل لم ت... يعني هذه اللعبة بين إسرائيل وبين إسرائيل وإيران لم تتوقف، يمكن أن تتصاعد، يمكن أن تتراجع. من كل هذا لم نجد حتى الآن ردا حازما أو حاسما أو نوعيا من جانب إيران تجاه الكيان الصهيوني أبدا، لا على الأرض السورية، لا على الأرض العراقية التي إيران متحكمة فيها، ولا في داخل إيران. ولذلك فإنه في أي يعني في أي عملية لي أذرع بين إيران وبين إسرائيل يبدو من الحسبة الرئيسية الواضحة بأن إيران ستكون خاسرة. العنصر القوة الرئيسي المتيسر لدى إيران هي ذيول إيران الموجودة في لبنان، يعني جماعة حسن نصر الله، هؤلاء لديهم عدد هائل جدا من ترسانة مسلحة كبيرة، ولكنها يبدو كما يبدو للناظر أنها قد حيدت حتى الآن على الأقل. كما أن جماعة حسن نصر الله استنزفوا أنفسهم في سوريا وفي العراق وفي اليمن، لم يعودوا تلك القوة المقاتلة الحقيقية، فضلا عن أن المجتمع اللبناني يحملهم مسؤولية ما آل إليه الوضع فيه. لذلك يعني عملية لي الأذرع بين إسرائيل وبين إيران لحد يعني يوم الناس هذا تصب في صالح الكيان الصهيوني حتى الآن.